عربي يقرا تبع عربي نورا راي وطني نورا راي وطني كنت ذفر عليك كنت ذفر عليك وحدة تبنيك لي وحدة تبنيك لي نخرة تقعرها بيك نخرة تقعرها بيك نورا راي وطني نورا راي وطني كنت ذفر عليك وحدة تبنيك لي وحدة تبنيك لي الأخرى تقعرها بي. اوف هاي خوتي البيع اليوم ما هو خالد لا ما هو قاعد على قياس خلى الملان الباقي جديد دخله الناس لا تجري لي الكرن لا الدين لا الدين لا الدين لا اله 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 قيدهم تمد يدك للرجال شكله يعطيك شي يقول لك قيدهم ما هو معقول يا اخوتي من فوتي خادم ولا عمل السنة هذا تشير ليت ما سجل لي بعد الباري بعد وتي ليت انا من ولا نقاو 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 من ذات حسني ونفسك ضبطي ومدي وبها الله طيارها طلعت طلعت الله والله ما جايبته من دخله الله جايبته من بوها وبوها يضيع وهي طلعت تبي اسمع امه الواحد راحت كيف انا ما يبدل قاع الشيء يا الله قال حشلك مرقانا في زريبة القلم وبيتي عريانا يا مريم ذو كم وبيتي عريانا يا مريم ذو كم لي غزلها يا لو فرق مثل الخالي حجر النفسي والهواء غادي باطنين اهل الهواء سدر اللي خيمة عندي عنها تقع كامل هو قاعد بعد من الفرق طيب ما زي كده هو قال عقل قلت انك ما تعرف انت مصلحتك مني لا تعرف في باطنتي انك حد لا يسلك مضيقة ومسير ولا نحان فيك الرحلة طويلة كل الصابونة تصق لي بها ملح فما هي عندك وعلى كافتك المضيقة تخوم بعد ذاك الزمن كهيبي سرالي سلام ايش حالك؟ بخير لاباس شو ماسي؟ ما شاء الله المحجوب لي ما ادناك ما فتحت مالك يا اخوي ما فتح في الدين لا قال يا طيب شو كل مارو قالت لك فلان قالت لك فلان يا اللي حبي ما فتح في شيء يا طيب ما راح يمشي ما في ما لا كتبوا لينا في الماشيه مالي ما عندكم كون كتبوا لينا علم كتبوا لينا كتبوا لنا ما هي الاخبار واحدين فيها لا الدين لا اله الا الله لا كرم ثلاث كفر مثل ابوكم لحقوا شيء عرف الراس عرف شر راسه ما أدري شو قد يندار فيه ما تعرف وين قاعد بليد قالت لك فلان قالت لك فلان قالت لك فلان ولا هي أبي حد عارف من الدين من اللي خاص كده أختي جاية 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 ما أنا ده هنا جبرو هرنا ده هنا جبرو بقى ما يويل عادي دور العادي هي بدك تبى هاي الحمرة دي ما حصل من راس ربي خارج مارو أيوة لين جرو مارو أيوة مارو خيم عايشة لا بدي نسأل الله السلام هربو جاي يكحد كلهم جاي يكحد ومن جاي يكحد أنا مودي من تبرق مش يعني مودي عارفة وطية عارفة راسة لا تحسد منها آه بعد ذلك الله يبارك فيك الله يبارك فيك هاي بعد الخد يا ماي خالد هذا ولد حد الاستغفار بقى انا صاحبه فهمت
جاكم هون قريب غير متي، انتوا تعرفون اني ما قد عدتكم ما وشي احسن اشي. لقد طمر لي جيتوني في قايه ما عدتش هاك، فهمتي؟ ما سين انك مثلا ما نقدر يطرح حد اشبه مني. سيدي مودي لها الملح في الله يعلم، لانه يودي لها حسن النيه. في حد متباركه عقبال الليالي. عاد مصقرك الملح في الليل خليها عنك، خلي عنك ملح، في عاد هذا مصقرك الملح فخليها عنك. انا اخباري منك. صراحة ما ادري خليني في قاع السياني مثلا غبرتي والله ما غبرتي. انا جاي هنا. انا اخباري منك انت. انا يا ابوي اشتميتي لين صامت سنه وفطر على شراد. انا اخباري منك. انا اخي عندك والله ما موعوقته. لا حبته. طب بدلني الحب نداني جابني وداني جابني وداني. حلو زمان وحلو زماني خدتني الموش وخدتني الموش ما درتش حوش ما درتش حوش. اي احمد ورقي الله يقوته هو الله يقوته عندي مشي ما هو الا جاني هو ما يقعد عندي ظل لا ما اشوف جاي نظر كلمه اخباره كان يعطي مولانا ان يقهر مولانا ليعطيها يعني ما هو عندي بارك الله حد يولي للاستغفار السلام عليكم. وعليكم السلام. انا جيت كارت تسبيحات. والله يا ريت برد التسبيح فضعهم. التسبيح العافيه ان شاء الله. هو تسبيح سياسر الدين. وباط ياسرين عليكم انتم حقي براحني مخافين. انا كلاك طلع علينا ياسر ولا لا وهلا ملا سيركم هاودي يطمو. ناسي والجاي فرحني بخافيني لا جايين يقبلوا لا جايين يجروا والراب يطيش جذري. ما قد جاك خاطي انا؟ والله باطل الطفيله تجري وانت تجري وما غري يجر. انت قاع ما تقوم عني فرحني بخافيني لا ساكن معايا تقبل ويا مدي الطفيله لا تمشي وتجي لا تمشي وتجي. يعطيك العمل. يعطيك العمل لا انت والغيابها. لا استحفيت. تني نجيك هون. استحفي انت ما شاء الله ما ولا ينجل عنك. عايد الزمن شغلة محمود المنانة ما نشتغل اللي تلحق السوق والله كانك تجبر لي شغلة شغلة انت يا اخوي شغلة انت تعرف انك قاعد اجبرتها ما انك صالح لها افطن لا يتقاب عليك ذاك اللي كنت تقدر تعدى ذيك الساعة انت ما تقدر تعدى اذا قطعت تاجر كان فعل الماضي وكنت ماضي والله كنت ماضي صحيح غير بعض درك ماضي فيه لا رفض لا تبارك الله ماضي فيه ما تخدي الشيء ما رفضته غير شيء ثاني ما انك ماضي فيه وغماري كنت في السوق كنت ماضي ماضي لا بتطرق بسان هذا فعل بعد ما خارق من السبب ما انك متكايس معايا اليوم ما انك فاهم حقيقته وتقول لي لو ادري العمل انت عمله راك ناف انت طاه من السبدي ورفض من خارق من الرفود ناقع فيه خارج لك من الرهود ما هو عادي لا ابو جعر انا اسال الله السلامه والعافيه. لا عمرت لي. يا خلاص ما لين عمر لك ايش عمر لي ابو جعر من قبل؟ لين عند خيمتك زرمت منك جني انا عمر لي انا قاعد هون عمر لك انت والله تويا لك ابو جعر في المقابل ايش متخيل لك عني؟ متخيل لي على انك صاحبي؟ صاحبك بالي غير ما وفتاي بعد ذيك الجماعه انا قاعد ما عندهم الوقت لاني صايب لهم رد المباطليات والاولين والاخرين انا ما عندي الوقت لاني صايب لهم. انا قاعد هون عندي حبيبات المرصنديس نبيعهم ندور وين التشبيه هاي المباطليات عندك انت المفارقيه وتجيب سربيه تكبرها مولانا من المراد اللي ما انزل الله بها من سلطان ولا هي مهمه ولا تدير شيء وعصرنا حالا ما يتواكب معها انا ماني صايب لها ماني صايب لها جازك الاحسن لا تقبل هذه قال خلينا فيك جنب قولي مارو ما طرى في شيء مارو ما طرى في شيء مارو لا من زال مارو ما قال شوي سعر لا قد ما تشد خبرهم اللي ما هم مثلا انهم ما يورطوا اذا طلعوا اذا قضوا انت لا تقبلوا بالدين بس منك قابوا شو قبلتوا ما تلو ولدي شاي يمد اجيب هاي الفوا بلا قيمة والله انت قاع قيمة ايش تعرف بها دقدق يومين دقدق من هاي الفوقية لكن داهروا يوم المسار ثمن بعد بعيد اهروا يا يد الله علمني
استبقيت من ايش؟ انا بعد ما لحقتني الى قطعه. لا من انتكم الا هي. الله ليه تعرف على اني جيتكم؟ والله ما جيتني وانا شو اسمه شنو ما جيتني ما اصريك الدين هذا. ذاك ما جيت وانا موكل. ذاك موكل. ايوه قول هذا. كذب. اعرف انا انه موكل. جيتك ندور ندور عليك بالمره ركل. ايوه تو قلت لك اني ما عندي دقدق وقلت لك خليه هون امكاني نقبل منها سوق ركل قلت لي انا لقيه ما في دقدقتها لين امشي بها وكذا وكذا احتمال انقص الطب. تعرف انك مشيت من عندي هون تتلمص ماشي انك لقيت الطب وذاك وادوي. ما خليت لك من ايش؟ والله الا ترى انك ما خليت هذه انت الفضل اكثر من الشقاء وتخليه. تقلع ليك من امرك فتبارك الله ما شاء الله. الحمد لله. صار دقدق راسي. ايوه لا يدقدق صراصك عن فضل ما عن هالدقدق الراس. هذا يتم يقبل وهي يتم يرد وانا المباطليات كما قلت لك ماني صايب انا دور خلص سقفطن انا لحالي كالي اجبر شنو حالي ما مثل هيك تشوفون ودي خلاص انا دامت علق بشي تروح حالي تفي راني انا هو اللي بقيت ما اخلص حق انت ما لقيت واحد بشي نسيت قاعد انت في شدك وحدك ما لك واحد بشي ولا حرارتك تطايح مثلا يفرحني ويخافيني من ذا يدري قاعد بشي اللي لقيت واحد فيه وشم تلقاه جرى بوالك ما يمشي عن شخصيته يجرد من انت تعرف حالك ترى انك تعكس عليه الدبوس اللي ليه شقلك انت ترى تقول منه لك الواقع اللي ما هو متين الله ما طلع متين غير انت مالك حاس حاس فيه الا انا واللي جابر اللي دوم الا الضعف الخير ايوه ما هو الا الضعف وحده احنا اللي عشان الله فيكم لكن لا منزل قط نزلناه تبارك الله وقلنا قط سمعناه لا خلص لنا شيء جديد دور باش نقبا ودي حال الحال ما ودي تكون بعد اللي تصمروا به قطعا ما هو خالي نعم الله ما هو خالي قلت تو ما كنتم مدبرين فيه هو ما يجيب راس خارقين حبات من هذا الاقان الا احد ينزل فيه البركه معاهم في شمد بصر الحال ما هو خالي نعم الله ما هو خالي ما لك مدبر فيه الحال لا بد ان احد يخرج الفوطه انت فوطه ما عندك الغير في حق والحال الحال شاك انه كثير ولا هكذا أدري قاعد لا صحيح لا نزل فيه البركة صحيح والله ما هو صحيح لا عدل من الحال اللي تستراهم انت وهو مين اللي أدري قاعد حد ما عنده الفضل العليات ما يبغوه ما يبغون يصلبوه العليات هون ما هم مخيرين وما هم حصرين وانت مالك جايبوا لهم لأن الخيار باط ما ولهم لا إله إلا الله هم الدار ولا فعل ملان متعرفين عنها رديتي عنها لا تعدلني ملاع ولا تعدل الشباب ودي اشي اذا قابلوا بتعلاش ما عرفت شي الدور ما راي شي لا ما عرفت اذا عاد قاعد الدور انا ايش قادر قاعد اذا عملت انه بس اللي ما عندك اذا عملت انه ما قالوا انه اختي من قالوا اذا اخذ رصه لما قالوا تسرع بعد ما قريتي ايش ظهر عليك تبارك الله عنك اذا قاعد صار بعد ما عتيتي ايش به مني ولا قريتي شو عتيتي ايش به هي همك انت تعدري ايش فات عليا علي انت لا تروحي العين عليا انا نصه ما نعرف ما صبر انا عشان انا نعبد امي انا امي طعين كنت ما لي نعبد بس كان الصبولا ما كنت قاعد نعبد لاني امي لين تعبد ولاني امي تري انا اللي كان لي برجع على الله هذا وش واب حتى قديت انت يا صغيره تجاوبني انا كانك في شغل كبيره برا تعوجي جوابك ما هو ها شنو جوابك يا جوابك دا عاد قطع دام تقاجي معك كيف قعدت في الدار هذا جواب خطا كنت شي قاعده انا وانت شلاك عند راس حباتي انت تقولي لي قاعده معاك لين عتي تصدعي وتصدقي فيا وتقولي لي
تقعدي في الدار. يا وخذي انت الصه ودي انت الصه شبه مني وطرشي ما طريت وانا ودي انت شبه مني وطرشي ما طريت وانا وجيبي شماني انا لانجيو لغير بعد شي ما جبت وانا انت ما كلاي تجيبي. يقلك أنا مدانة هذا ما أسير الحق أنا قاعدة أرك من بديان خلاص أحلامي ما كنت أنا ما كنت أظن قاع نرد معلمة عدد أده الحق راني ذاك انا ضاحي على ياسر غير حق مات حق مر صبر مات ثاني صبر لك شتي مات شتي مات يلا 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 الحقين تلحقين يا خديجه الحقين اشوف الطفله ما لبس دار بسم الله الرحمن الرحيم لا لا بيك ما ضعك نعوذ بالله تتلاهي تتواكل وما بسم الله الرحمن الرحيم ارحموني داخل يا ولي يا قوه لا بالله العلي العظيم ترى ما لها كوتي يا ما لها بسم الله الرحمن الرحيم الحقنا وهاي الطفلة راهي وقعت لها حالها وما نعرف شو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقنا وهاي الحقنا يا الله 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 يا يا اخوتي يا لبيب حشا بعد سام قاعد تعرف هذا يا الله الله يقيك الله يشرف الله ما شاء الله ما عرف شو يا اخوتي ما يا اخوتي اكل يا ماشي والله اكل هذا من قلبي يا اخوتي حبيبي تقلبي طين امي يا طين امي يا رشوة طين امي يا رشوة طين امي يا رشوة اطول رشا امني رشا طن امي طن امي رشا لا اله الا الله طن امي رشوها طن امي رشوها بي لا اله الا الله اللهم اشفي انت الشامي لا شفاء الا شفاؤك استشفي عليه وهذا سقمت لا اله الا الله ما شفت الطفله لا اله الا الله ما تتحرك هي ما تتحرك ما تعي مع الخير انت من جاي مع الخير لا بالله العظيم لا اله سجلوا عليها لا اله سجلوا عليها لا اله عند راسها لا اله الا الله 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 يا اخوت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ارقي الصديق ارقي الصديق حالك انت يا مولاي يا العظيم ما في يا مولاي الطفل اللي جاني مسندين عليها وقوم عليها كاملين اخوتي يا اخوتي يا اله الا الله اخوتي يا عودة انا لمن ميت يا اخوتي يا طفل يا اخوتي يا مولانا ولا قوة الا بالله يا مولانا ماني قابل يا مولانا يا مولانا يا مولانا عبد من المحسنين يا فداري شرطه وفعلا فعلي وفعلا فعلي قالك ترانا وجه لا حول ولا قوة إلا بالله وراني مارويلا وراني إيزابل إيزابل ذيك العقلة وراني فاسيسكا وراني إيزابل وراني فاسيسكا وراني مارويلا وراني إيزابل إيزابل ذيك العقلة يا صار عمرك أصل التعليم يا صار عمرك شفاظ أصل علم قاعده هون اختك لا يتفارق الحياه اختي ماله وين جالسه عرفي ماله يا صاحبي كان جالس ايه وشو نسيتي يا بنيتي
والله راسي حاس بشوي وشعني وشعني ايه وانا قلت حب الراس حين شو اقوان وشوي وشعني شعني كلك الحب في مرحلة عوين الحب مرحلة متين يا اخوان تمالك يا اخوان ثقل عليك شو يقولون مشيك الحب الراس بس احنا السلام عليكم. وعليكم السلام. شطاري. لباس. لباس. ما شاء الله. شو مواسي؟ ما شاء الله. بخير. شو زيد مع الحمى؟ لباس. أنتِ تعرفين مكان علينا؟ مكان عليكم. كان عندنا أستاذ أختي أنت شوفي ما تقضي عنه عينك. أستاذ منه؟ اسمه؟ لا تذكريني. مراراي وطني. مراراي وطني. تلف أرض أبيك